هذا اللقاء اللي انعقد تحت الذي عقد تحت رئاسة السيد والي جهاد الدخل والذهب هو لقاء تشاوري بالدرجة الأولى من أجل الوقوف على الحالة الراهنة للقطاع في ظل تفشي فيروس كورونا اللي عصف بالقطاع السياحي وعصف بالنقل الجوي وعصف بالأنشطة يعني المرتبطه بالقطاع السياحي واثرت بشكل كبير على يعني وسبب شلل تام للحركه السياحيه. نحن الان يعني في افق رفع حاله الحجر الصحي التي سترفع بشكل تدريجي بطبيعه الحال. احنا يعني في صدد دراسه تدارس طريقه اللي تتلائم مع يعني التوصيات الوقائيه والتدابير الوقائيه وتدابير السلامه يعني من اجل التقاء ومن اجل الوقايه من تفشي هذا الوباء وفي ظل انطلاق يعني حذر للقطاع السياحي. يعني هناك مجموعه من التدابير يعني التي يعني ستتم تعبئتها بمشاركه السلطات يعني المعنيه وكذلك السلطات الولائيه الجهويه وكذلك يعني بطبيعه الحال بمبادرة من الفاعلين الاقتصاديين السياحيين يعني مبادرة من المهنيين. يعني هذا يعني ستمكن من انطلاق القطاع السياحي من انطلاق يعني الموسم السياحي ولكن انطلاق يعني خاص لأنه في ظل تدابير كما أسلفت في ظل تدابير خاصة. يعني احنا المرحلة المقبلة سنصوغ إن شاء الله برنامج يعني سيتم الاتفاق عليه وستتم مشاركتهم مع جميع الفاعلين المتدخلين من السلطات الصحيه ومن سلطات بطبيعه الحال يعني المختصه في القطاع وكذلك الجمعيات خصوصا المجلس الجهوي للسياحه الجمعيات المهنيه وكذلك يعني المستثمر يعني المنعشين السياحيين. سيتم الاتفاق على واحد يعني خطه عمل ضع في حساباتها الاجراءات الوقائيه في نفس الوقت تعتمد واحد سياسه تجاريه بطبيعه الحال سيتم يعني اطلاق عروض من اجل يعني اجتذاب السياح خصوصا السائح الوطني لان المرحله في هذه المرحله الرهان هو على السائح الوطني. يعني في مرحله مقبله يعني كذلك محاوله اجتذاب السائح الاجنبي. نتمنى ان شاء الله ان هذه الجهود يعني ستعقد لقاءات يعني اخرى مع تحت رئاسه السيد الوالي من اجل تعميق يعني النقاش في هذه المواضيع ومن اجل امكانيه التعاون مع المكتب الوطني المغربي للسياحه، التعاون مع الشركه الوطنيه غويال اير ماروك الناقل الوطني شركه الطيران من اجل حتى هي تساهم بشكل او باخر في تشجيع القطاع السياحي بهذه الجهه. يعني انطلاقه غتكون انطلاقه شوي بطيئه نوعا ما لان يعني الفنادق لا يمكن ان تشتغل بطاقتها القصوى، يعني الاشتغال غادي يكون بين 30 الى 35%، ولكن ان شاء الله احنا المهم هي الانطلاقه في ظل يعني تراجع يعني في يعني على امل ان يتراجع هذه الفيروس ان تتراجع هذه الجائحه يعني بامكاننا نشتغلوا بشكل طبيعي. شكرا.